الله الله الله، ايه الله ده الله. ايه اللي ثلاثه بدل اللي انت فيها دي؟ هاتي الطبق البطيخ ده. اول حاجه الطبق ده ما يلزمكش، عشان لونه احمر تمام، وانت زملكاوي فمالكش دعوه بالبطيخ ومش عايز اشوفك طول السيف دوت بتاكل بطيخ، دي اول حاجه. طب استهدى بالله طيب، وهات طبق البطيخ اللي في ايدك ده، هات دي كوره ملهاش علاقه بالاكل والشرب، هات يلا. تاني حاجه بقى، انت اصلا زملكاوي والنهارده مع ماتش الاهلي والوداد تمام، كنت بتشجع الوداد، فانت مالكش علاقه بقى بالفواكه، اي فواكه حمراء ما اشوفكش لابس تيشيرتات حمراء، اي حاجه من الحاجات دي مالكش دعوه بيها. يا ابني خدت طبق البطيخ ورحت على فين يلا؟ خد يلا طبق البطيخ يلا، ولا طبق البطيخ يلا. يا لهوي ياما على سنين السودا يا ابني، افتح يا ابني وهات يا ابني طبق البطيخ اللي في ايدك ده، وربنا ما انا فاتح تمام؟ وما اشوفكش بتاكل بطيخ يا بابا يا زملكاوي، خليك بقى في الحاجه البيضه بقى. يا ابني ماشي، طب اشوفك بقى بتشرب سوبيا وربنا ما احلك، او بتاكل رز مثلا.